كل عام وانتم بخير. النهارده هنعمل فانوس لرمضان من ازازه كوكاكولا فاضيه بطريقه سهله جدا ومكونات بسيطه جدا. وحاوينا الدار جيت يا رمضان وحاوي يا وحاوي هلل لك والبدر اول حاجه دي ازازه كوكاكولا فاضيه اللي هي 2 لتر بنجيب اللزق الملون اللي زي ده ممكن نستخدم لونين بس وممكن نستخدم عدد الالوان اللي احنا عايزينها انا استخدمت 5 الوان الالوان دي البكره الواحده بجنيه ونص هو شكله بيبقى حلو حتى لو استخدمنا لونين فقط اول حاجه هنستخدم اي لون من نوع نلزق الازازه بلزقه كده من فوق كده للنقطه دي في حرف كده في الازازه بيكون اللي تحتها شويه بالشكل ده هنسيب جزء من الازازه فاضي بعد كده نلزق اللون التاني بنفس الطريقه وهكذا لحد ما نكمل الدايره كلها باللزق كده انا لزقت الازازه كلها كده بالالوان بالشكل ده طبعا لو هتستخدمي لونين فقط يبقى تلزقي لون ولون بعد كده هنجيب اي لون من لون مثلا الازرق ونلزق حروف اللزق التاني باللزق بالشكل ده يعني عند الحرف نلزق عليهم اللزقه داير ما يدور الازازه كده وده بيكون عند حرف الازازه الاولاني بعد كده فوق بنسيب حوالي نص سنتي ونلزق كمان بأي لون كده داير ما يدور الإزازة بالشكل ده كده بعد كده بنفس الطريقة بألوان مختلفة بنكمل باقي الإزازة لحد الحرف اللي تحت خالص كده خلاص أنا لزقت كل الألوان الحرف اللي تحت خالص اللي هو هنا هنلزق كمان لون لحد الحرف بس مش تحت الحرف فوق الحرف زي ما قلت لك لو هتستخدمي لونين بس يبقى لون ولون كده خلاص بعد كده هقيس من عند اللون الازرق ده حوالي 12 سنتي او 13 سنتي من عند بداية اللون الازرق هقيس 12 سنتي وعلم بقلم ممكن استخدم قلم الوان عشان يكون ظاهر ال 12 سنتي جم عندي من بداية اللون الازرق اللي فوق لحد بداية اللون الازرق اللي في النص بعد كده هجيب قطر او موس واقطع الازازة من عند بداية اللون الازرق اللي فوق لحد بداية اللون الازرق اللي في النص وده طوله 12 سنتي زي ما قلنا وقيس كمان 2 سنتي واقطع برضه بالطول بنفس الطريقة ونفس الحجم واخد بالي عشان وانا بقطع ما الموس ما يتلوحش الناحية دي او الناحية دي وهكذا لحد ما اكمل الازازة كلها كده خلاص انا خلاص قطعت كل الازازه هوقف الازازه كده واضغط عليها هتلاقوا الاجزاء او الشرايح اللي قطعناها طلعت كده بالشكل ده هتنيها بقى كده من النص بايدي او بحاجه تكون جامده شويه عشان تعمل شكل الفانوس عاوز اقول لكم ان بكرتين اللزق يعني لو بكرتين 2 بس ممكن يعملوا معاكي 3 فوانيس او 4 كده انا خلصت الجزء اللي في النص هقطع الجزء الاخير ده اللي انا ما لزقتش عليه اي لزق هفتحه كده بالقطر او بالموس بعد كده اكمل قطعه بالمقص وحاوينا الدار جيت يا رمضان وحاوي يا وحاوي بعد كده اقيس بالمسطره حوالي 3 سنتي او 4 سنتي
وأقصهم كده بالطول بالمقص بين كل واحدة حوالي 1.5 سم، ودي هتعتبر القاعدة بتاعت الفانوس. بعد كده هتني الشرايح اللي قطعتها كده بالشكل ده لبره، وكده خلاص انا عملت القاعدة بتاعت الفانوس. دلوقتي هعمل ايد الفانوس اللي بنمسكه منه، هنفتح الغطاء بتاع الازازة باستخدام سكينة، ممكن نسخنها على النار ونفتح بيها وممكن من غير ما نسخنها. شهر مبارك وبقاله زمان، ونجيب اي فتلة وممكن سلك، اي حاجة موجودة عندنا وندخلها جوه الفتحة اللي فتحناها كده، ونبرمها من الناحية التانية. بعد كده نغطي القطع على الازازة، وكده خلاص الايد بتاعة الفانوس عملناها. بعد كده هنجيب اي لون ونلزقه على الغطاء كمان بالشكل ده. وكده خلاص احنا خلصنا كل الفانوس، خلصناه خالص. ولو عاوزين الفانوس يكون بينور، ممكن بدل الغطا ده تحطوا دوايه بتاعه لمبه وتركبوا فيه لمبه، ويستحسن تكون لمبه ليد عشان ما تسخنش البلاستيك وتسيح. ممكن تدوه للاطفال يلعبوا بيه، وممكن لو حطيتوا فيه لمبه تحطوه قدام باب الشقه او في بلكونه، بيكون شكله حلو جدا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.